وللمزيد من المتابعة والنقاش أيضا تنضم إلينا عبر الهاتف دكتورة ليلى عبد المجيد، أستاذ الإعلام وعميد كلية الإعلام سابقا. دكتور ليلى، برحب بحضرتك على شاشة أكسترا نيوز. يعني الإعلام ربما له دور محوري في مواجهة فيروس كورونا، برأي حضرتك الدور الذي يقع أكثر على عاتق الإعلام في هذه الآونة؟ يعني طبعا الإعلام عليه أنه هو يوضح خطورة الموقف وابعاد الجائحه اللي بتجتاح العالم كله. طبعا اعلام قايم بده، يعني هو يعني قناه زي سي بي سي اكسترا عندكم على طول اليوم شغاله على الموضوع، بتقول كل اللي بيحصل في العالم واللي بيحصل في مصر، تنقل كل التفاصيل، وفي تنويهات للتوعيه بالاجراءات الاحترازيه اللي المفروض كلنا ناخدها ونلتزم بيها، يعني استضافه خبراء واستضافه متخصصين بيتكلموا في زوايا مختلفه وبيوضحوا الامر وبيكلموا الناس وبيوضحوا لهم، يعني التوعيه بكل الوسائل موجوده. بس يعني يبدو ان احنا عشان في شهر رمضان والدراما مسيطره جامد على الناس، معظم الناس المشاهدين في شهر رمضان بيتفرجوا اكتر على الدراما من قناه لقناه، وهي في اعمال دراميه كتيره برضه السنه دي. فيبدو انه انا يعني عايز اقول انه يمكن ما بيتابعوش ولا ايه، لانه اللي بيحصل قدامنا ده في العالم كله شيء يعني لابد ان يخلينا كلنا نستوعب ونفهم وناخد ونحمي نفسنا ونحمي اسرتنا ونراعي الاجراءات الاحترازيه. انا بس عايز اقول كمان ان احنا مطلوب نشتغل على الاتصال المباشر كمان. يعني انا بدعو بالذات في القرى وفي المناطق الشعبيه محتاجين ان يبقى في اتصال مباشر. عندنا وسائل لده كتير، لابد ان احنا نقوم بهذا الدور عشان خاطر اللي ما وصلت لهمش رساله توصل لهم. ولو اني انا معتقده انه يعني في تركيز جامد على كل التوعيه والاجراءات والكلام ده، صعب قوي ان يكون حد ما وصلوش. احنا عندنا مشكله الناس ممكن تكون موصلها ومش مقتنعه او يعني متصوره ان الموضوع مش بالخطوره دي. وفي ناس تواكليه مش اتكاليه، مش بتتكل على ربنا. يعني تسمعي يقول لك ايه، سيبها على الله. ربنا قال لنا خدوا بالاسباب، لازم ناخد حذرنا ونحمي نفسنا ونحمي اولادنا ونحمي اسرنا، لا سيما ان هذا الوباء وهذه الجائحه قدامنا فتره قبل ما تظهر لها أدوية أو يظهر لها لقاح، وهنتعامل معاها في الفترة الجاية ولازم نشتغل وننزل. ما هو السؤال دكتورة ليلى، حضرتك إزاي بتتابعي فكرة يعني استمرار أو المواطنين أن هم يتعايشوا، فكرة التعايش أو شعار التعايش مع هذه الجائحة؟ ماذا على من، ما هي المهمة التي تقع على عاتق المواطن في هذه الأيام؟ والله التعايش معناه أن أنت بتاخدي اجراءاتك كلها اللي اتقالت، الاجراءات الخاصه بالنظافه الشخصيه وبالاحتراز وبالتباعد الاجتماعي في البيت وفي الشغل. يعني هتروحي تشتغلي بنفس الاجراءات. كل واحد لو قام بواجبه هنقدر نشتغل ونحمي نفسنا. لكن المشكله ان في ناس، يعني انا مثلا بقالي من قاعده في البيت بقالي فتره طويله شهرين وبشتغل من البيت. بعمل محاضراتي اونلاين من البيت، بشتغل عندنا جروبات كتير قوي بندخل فيها نناقش موضوعات، بنحضر اجتماعات اقسام اونلاين، يعني بشتغل من البيت. صحيح انا تعبت وزهقت وكده، لكن في حاجه اكتر. يعني ما انا لو يعني استسلمت للملل والزهق واستبيعت، يعني هضر نفسي وهضر عيلتي. وهضر الاخرين المحيطين بيا. فانا شايفه ان احنا لو فعلا التزمنا باللي الدوله بتقوله والاجهزه كلها والاعلام بتتكلم عنه، هنقدر نتعايش. ولا سيما انها يعني واضح ان احنا لسه قدامنا فتره شهور على الاقل، على احسن تقدير 6 7 شهور عبال ما يبقى فيه لقاح يقينا عدوى او دواء يعالج الالاف اللي مرضى بهذا الوباء. او بهذا الفيروس عبر العالم كله. فاحنا يعني كمان في حاجه، يعني هي المهمه الان تقع على عاتق المواطن بشكل كبير. دكتوره ليلى عبد المجيد، استاذ العلوم وعميد كليه الاعلام سابقا، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا.